طيب بالنسبة للموظفين الموجودين بالشركة شو اللي بيكون مترتب عليهم كصاحب شركة؟ هلا كصاحب شركة بيتوجب عليه انه هو يستخرج لهم اذونات عمل. موضوع اذونات العمل موضوع انه هن يكونوا مسجلين قانونا بالضمان الاجتماعي، لانه في كثير اشخاص بيتم تسجيلهم بوزارة العمل لكن ما بيكونوا مسجلين بالضمان الاجتماعي، والعكس ممكن اشخاص ايضا مسجلين بالضمان وليسوا مسجلين بوزارة العمل، فهون بصير مشاكل. المساءلة القانونية اللي بتكون بتترتب على صاحب العمل؟ هلا حاليا عم يفرضوا قيمة 10,000 ليرة عن كل موظف، وممكن توصل لتسكير او سجن لمدة 45 يوم. هل يتم تنفيذ هذا الموضوع فعلا؟ يعني هناك الكثير من الاشخاص لا يحملون اذن عمل والبيانات واضحة حالياً، يعني ولكن لا احد يتحدث معهم. حاليا تنبيه. حاليا اللي عم يقوم تنبيه. هلا احنا المشكلة انه احنا في عندنا عدة ادارات. عندنا عدة ادارات بتزور الشركة. في عندنا ادارة الضرائب، في عندنا مثلا من البلدية، في عندنا من غرفة التجارة ممكن انه هن يجوا زيارات، بس لكن من الضمان الاجتماعي جدا 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 قليل موضوع الزيارات الخاصة فيهم. هو المسؤول عن الموظفين هو الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي المسؤول عن الموظفين. يعني هن جماعة الضمان الاجتماعي و 99% ما بيجوا الا بشكوى. في حال اذا هن اجوا انحل الموضوع. لا ما اكلوه. اكل الصاحب والموظف. ولكن حل الموضوع بالنسبة للموظف، يعني الموظف هل فيه يتقدم بشكوى ضد ممكن انه يتقدم صاحب. بشكوى بس لكن كمان بالنهاية لا يخسر شغله. بس كمان يعني واقع بين نارين. البداية الاتفاق.